مرحبا بجميع مشاهدي قناة دجلة الفضائية وبرنامج صباح دجلة. احنا اليوم متواجدين في احد صالونات الحلاقة الرجالية، واكيد كلكم مستغربين وتسألوني ليش. هسا انا راح اقول لكم ليش. مرحبا رامي. اهلا وسهلا فيكم. شلونك؟ الحمد لله. رامي، اليوم بداية احكي لنا شلون جتك فكرة انه تخلي زوجتك وياك؟ هلا هي فكرة بلشت اني طبعا كلكم تعرفوا بشكل عام هي الزوجة دائما داعمة بالبيت، بس نحن ليش ما منحاول نطلع من هالموضوع وتكون داعمة بكل شيء حتى بالشغل اذا هي شيء قادرة تقدمه. تمام، فهي وجودها كان قراري انه هو يكون طاقة ايجابية اكثر من انه هي شو بدها تقدم لي بالشغل، انه وجودها معي دائما عم بتطلع فيها عم بنسى التعب وهذا والمواضيع. مش زين، شنو طبيعة عملها هي بداخل الصالون وياك؟ أنا قررت، هي استغربت لما أنا عرضت عليها الفكرة أني استغل شغلة واحدة اللي أنا بعاني منها دائما هي الحسابات، فهي خريجة محاسبة. قررت بدل ما أنا أروح ووظف بنية تكون ريسبشن وسنترال ترد على التليفونات تأخذ مواعيد، أنه حط حدا بوثق فيه، فهي مستلمت لي الحسابات بمجال عملها، هي قادرة تعطي بهذا الشيء والسيستم والموضوع المواعيد كله عندها. فأنا كان بس أول أسبوع صعب شوي لأنه جديدة على هالقصة، بس من بعدها انطلقت وشالت عني كتف كتير كبير اللي نحن هلأ منواجهه هو الحسابات وبأي مشروع. يعني هي أكثر شخص أمين، خلينا نقول أكثر شخص أمين وياك. طبعاً هو مين راح يقدر يكون أمين غير واحد زوجته، عرفتي؟ تمام. أنت واجهت لك شنو، شون دعمتك يعني، هي شنو دعمها بالنسبة لك؟ هلا الدعم الاساسي مثل ما بتعرفي انه اي حدا تعرض للخذلان، فانا كان عندي شغله واحده، الخذلان صنعت فيه النجاح، صنعت فيه اني ارجع اوقف على جاي، وهي مهمتها كانت انه سبورت لي بكل شيء. يمكن في شغلات ما كانت تحكي فيهم هي سايلنت اكثر، بس هي موجوده معي بهاللوكيشن، هو لحاله كان دعم اساسي. شكرا لك رام. اهلا وسهلا فيكم، وشكرا كثير. بدي اتشكر قناه دجله، ثانك يو للاستضافه للمره الثانيه، وثانك يو للدعم اللي عم تقدمه للشباب وللقصص النجاح. شكرا. شكرا. ثانك يو. اذا مشاهدينا، يمكن احنا شفنا فد شيء كلش بسيط عن هاي القصه، لكن عندنا تفاصيل راح نتعرف عليها اكثر داخل الاستوديو، خليكم ويانا.